أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقلنا إن أحسن تفيد أن مرتبة أقل منها وهي حسن، فأمرهم الحق أن يتركوا الحسن ويأخذوا الأحسن. وقلنا إن الموضوع في أن الإنسان وهو من الأغيار إذا ما أصابته مصيبة من أحد يكون له غريم، فإذا ما كان له غريم تحركت نوازع نفسه. حين تتحرك نوازع نفسه إلى عقاب بمثل ما عوقب به يبيحه الله له، ولكن يطلب منه إن قدر على نفسه أن يعفو. يبقى العقوبة ما دامت مشروعة من الله بمثل ما عوقبت تبقى حسنة، حسنة. لكن إذا تركت نوازع نفسك وعفوت يبقى ده مرتبة إيه؟ يبقى مرتبة أحسن. وكنا دي جاية علشان ليه كده؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى خلق في الإنسان عواطف وغرائز، للعواطف مهمة في حركة الحياة وللغرائز مهمة في حركة الحياة، ولكن العواطف لا يمكن أن يسيطر عليها، ولذلك لا يقنن للعاطفة، ولكن الغرائز يقنن لها. كيف؟ قال لك حب الطعام غريزة، نعم غريزة، ولكن يجب أن لا يصل منك إلى مرتبة النهم والشرع. بقاء النوع أو المتعة الجنسية عشان بقاء النوع، لكن ما يكونش عندك إلى مرتبة الشرود في أعراض الناس. حب الاستطلاع غريزة وتنفع المجتمع، لأن الذين اكتشفوا نشأ من حب استطلاعهم على أسرار الوجود، لكن ما صلش إلى التجسس الاستزلالي. الله، إذن ففيه غرائز يعليها الشر. الغرائز لما يجي يعليها الشر يقول لك مثلا زي كلمة الحب اللي احنا كنا بنقولها دي، يقول لك انت حب من شئت وابغض من شئت، لان دي مسألة عاطفية، ولكن من ابغضته لا تظلم، ومن احببته لا تظلم الناس له. وجبنا حتة سيدنا عمر، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه، قال له لا دي بلاش دي، يعني من الولد من المال، كررها رسول الله. فلما كررها رسول الله علم عمر رضي الله عنه بفطرته أن ذلك أمر تكليفي، والتكليف لا يتأتى في العواطف، فعلم أن الحب المراد هو الحب العقلي. الواحد يقعد بينه وبين نفسه يقول ما من أنا لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه هذا؟ فأنا أحب رسول الله حب عقلي، قد يتسامى إلى أن يصير حب إيه؟ يحب حب عاطفي. الإنسان منا كما قلنا سابقا يحب الدواء، أيحبه بعاطفته أم بعقله؟ بعقله، ده هو مر ويزعل لما ما يلاقيش الدواء في الأجزخانة، وينبسط من اللي يجيب له الدواء في الإيه؟ في الأجزخانة. يبقى بيحبه بإيه؟ بيحبه بعقله. يبقى إذن التكليف هنا الحب الإيه؟ الحب العقل. سيدنا عمر لما مر قاتل أخيه زيد بن الخطاب قال له لو إزو نفسك عني كده، أنا أصل ما بحبكش. فالرجل بكل جرأة إيمانية قال له أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال لا، قال إنما يبكي على الحب النساء. يعني حب ولا ما تحب انت؟ أنا ماله مال تحب ولا ما تحبش. نعم. فهنا بقى يأخذوا بأحسنها، مثلا حينما يقتل إنسان لولي الدم أن يقتص، لكن الحق يحنن قلب المقتول له على القاتل، وبعدين يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. بقى في معركة وصراع العواطف، فين واحد اعتدى على دمه وخده، يقول فمن عفي له يسميه من أخيه، فمن عفي له من أخيه شيء يجي مثلا يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن إيه، ولذلك أكدها إن ذلك لمن عزم
الامور، لانه قال صبر وغفر. ما دام صبر وغفر يبقى في غريم له ولا لا؟ لكن مثلا افرض ان المصيبه نزلت على الانسان بدون غريم، مرض، طب غريمك مين في المرض بقى؟ هتزعل من مين؟ هتيجي على مين؟ هتنفعل على مين؟ ولذلك يقول ايه؟ اصبر على ما اصابك، اي مما لا غريم لك فيه، ان ذلك من عزم الامور. ما اكدهاش بمين؟ بالله، انما ديك هاكدها بايه؟ لان ليا غريم يهيج لي ساعه ما اشوفه، انما في الثانيه ماليش ايه؟ ماليش غريم. فالحق بيقول ايه؟ مرق ياخذه باحسنها، يعني اذا وجدت له ذريعه حكم في شيء وفي احسن منه ياخذه بالاحسن. ليه؟ قال لك لان الانسان اذا روض نفسه على الاحسن يبقى فاهم عن الله. ليه؟ أم قال لك لان واحد اساء لك ممكن ان تسيء ايه؟ الي، بس لاحظ انها تكون بقدر، فعاقبه بايه؟ طب ومن الدقيق في الموازين حتى يستطيع ان يعرف المثلية بالضبط. واحد ضربني ألم، طب وانا اقدر بقى احدد حكاية ضربة الألم دي ازاي؟ ممكن احددها ازاي؟ ما يمكنش، لان دي متناسب مع القوة ومع الدفع ومع المش عارف ايه ومع مسألة ما. يقول لك طب وانا ليه هدخل في الايه؟ في الاشكال ده، ما نعفه وخلاص من الايه؟ وننتهي. الحق سبحانه وتعالى يريد بذلك ان ينهي تراث القلوب، لان لما يجي واحد يقتل لواحد ويبقى فيه قصاص ودم ومش عارف ايه، يتمسك بانه ايه يقتله ومش عارف ايه، تفضل التيره موجوده ولا لا؟ ولكن اذا عفى ولي الدم يبقى المعفو عنه ده حياته هبه من ولي الدم. لما تبقى حياته هبة من ولي الدم يبقى يستعي أن يجعل حركة من حركات هذه الحياة ضد ولي الدم أو من يقرب من ولي الدم، يبقى ألهينا ولا ما ألهناش؟ ولذلك البلاد اللي يحصل فيها التارات وعرامة الأخذ بالتار دي في البلاد زي الصعيد مثلا، يقول لك إذا جاء القاتل وخد كفن وقال على إيده ودخل على ولي الدم وقال له أنا جيت لك أهو بكفن ومش عارف بيعمل إيه؟ خلاص بيعفو عنه، والاسره كلها تفهم ان دي بقى هبه حياه، وهذا هبه من من؟ هبه من هذا. تصفي الثارات ولا ما تصفيش؟ لكن اذا كنت احد يفضل كده خطه، ما بنقولش حاجه، انما وامر قومك ياخذوا بايه؟ باحسن، يعني ان وجد حكم وجد. طيب واحد مدين ولوش قادر ان يوفي الدين، يقوم التشريع يقول لك ايه؟ فنظرة إلى ميسرة. وإن كنت عايز بقى يعني كده، ما دام هو اقترض يبقى محتاج، والقرض ده لا يكون إلا عن حاجة، إنما السؤال يمكن عن حاجة وعن غيري يبقى ما يقترضش، ولذلك ثواب القرض أكثر من ثواب الصدقة. ليه؟ أم قال لك لأن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة، ولأن المتصدق حين يتصدق بشيء من ماله من أول الأمر أخرجه من إيه؟ من تعلق نفسه به، طلعت صدقه. انما حين يخرج تبقى نفسه ايه؟ فكلما صبر مع تعلق نفسه اخذ اجرا. يبقى القرض ايه؟ احسن من الايه؟ فبقول لك ما دام اقترض يبقى محتاج، وما دام انت اقرضته تبقى عندك وواجد، يبقى انظره لحد ايه؟ فنظرته الى. طب وان كنت تعفو وتسيب الحكايه يبقى من احسن، يبقى في حسن وفي ايه؟ الاحسن، وان تاخذ حقك المسؤول، والثاني ان تتنازل. اللي بيتنازلوا بقى بيبقوا فاهمين عن الله فهم واسع، لان مثلا قيل للحسن البصري كيف يطلب منا الشارع اننا نحسن الى من اساء الينا؟ فقال كلمته، قال الا نحسن الى من جعل الله في جانبنا؟ لان لما واحد يسيء واحد، احنا جميعا خلق الله ولله المثل الاعلى، هب ان إنسان عنده أولاد وواحد منهم أساء للآخر، قلب الأب يكون مع من؟ كذلك نحن خلق الله، فإن أساء واحد من خلق الله واحدا آخر من خلق الله، يبقى رب الخلق ده مع مين؟ يبقى مع اللي إيه؟ اللي أسيء. يقول اللي أسيء ده يقول يا سلام، بقى الإساءة بتاعته دي خلت ربنا في جنبي، والله ده يستحق أني إيه؟ أحسن إليه. نعم. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها،
ولذلك ايه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وفي ايه ثانيه اظن واتبعوا احسنه ما انزل اليكم من ربكم. وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها. شوف بقى ساريكم دار الفاسقين. دار الفاسقين دي قالوا مين؟ دار الفاسقين قالك النار، قال انا حوريكم النار، يبقى معناه بيقول ان في نار وانتوا هتمروا عليها كده وتايه وتشوفوه. طب وجيب سيره النار دي في الحكايه دي ام قال لك دي علشان يربب في النفس انه يبعد عن ايه؟ عن كل امر يقربه ايه؟ يقربه. او ساريكم دار الفاسقين اللي هم انتم غلبتوهم اللي هم قوم في الايه؟ فرعون. شوفوا ازاي بقت كذا وخدتوا منهم كذا وخدتوا منهم الكنوز والمقام الكريم ولا الى اخره. وان كنتوا تحبوا ان مقالكم يبقى مقال دول اعملوا زيهم، وان كنتوا عايزين المقال يبقى غير زي دول يبقى التزموا مين؟ من يبقى ساريكم دار الفاسقين معناها حملهم على مين؟ على ما في الالواح، وعلى ان ياخذوها بقوه، وعلى ان يتبعوا احسن ما ان ايه؟ ما انزل الله. او دار الفاسقين اللي انتوا بتمروا عليهم في الغدو والرواح اللي هي ناحيه الشام، اللي هي مثلا مدائن مدين اخاهم شعيبا ايه اللي حصل لها، والى ثمود اخاهم صالح ايه اللي ايه؟ ايه اللي حصل لها؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. احنا قلنا الآيات تطلق على ايه؟ ثلاث اطلاقات. الآيات اولا جمع آية، وهي الامر العجيب الملفت. والآية اما ان تكون آية كونية في الكون المقول زي قلنا ومن آياته الليل والنهار وخلق السماء والأرض وإلى آخره، واما ان تكون ايه دلاله على صدق الرسول في الايه؟ في البلاغ، واما ان تكون ايه قرانيه فيها حكم من احكام الايه؟ هنا بقى سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. عن اي ايه؟ الذين يتكبرون في الارض بغير الحق، انا اصرفهم عن ان ينظروا نظره اعتبار في ايات الكون. أو الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أنا أبطل كيدهم في أن يتجهوا للباطل بالهاد. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. ساعة ما تيجي المؤمنين يقول لك يا عم ده سحر ده شعوذة ده مش عارف ده إيه، يجي قرآن يقول لك يا عم أساطير الأولين اكتتبها، ما هو بيتكبر في الأرض بغير الإيه؟ بغير الحق. سأصرف عن آية، ووجه الصرف انه يعمل ايه؟ مدام هو متكبر فهم نفسه انه هو ايه؟ والانسان لا يفهم نفسه متكبرا الا اذا ظن ان من يراه غير مساو له، يوم يعمل انه ايه؟ نقول له طيب يا سيدي اتكبر زي ما تتكبر. هتتكبر بايه؟ مقومات الكبر ايه؟ قوة. ألم تر قويا ضعف، غنى ألم تر غنيا افتقر، جاها ألم تر ذا جاه صار ذليلا. إذن اللي يتكبر يتكبر بشيء ذاتي ما يسلبش منه، هذه أصول التكبر. فإذا ما حبيت تطبق هذه على البشر ما يمكنش يوجد واحد متكبر ابدا، لان ما فيش حاجه فيه ذاتيه ابدا، بل كلها موهوبه، والاغيار بتحدث علشان تبهمنا ان دي موهوبه. ان كانت ذاتيه حافظ على قوتك، ان كانت ذاتيه حافظ على مين؟ على غناك، ان كانت ذاتيه حافظ على عزك، انما انت ما بتقدرش تعمل حاجه. يبقى اذا مقومات الكبرياء في البشر غير ايه؟ ذاتيه. قوله يتكبرون بغير حق تفيد ان فيه كبرياء بحق. الذين يتكبرون ايه بغير ايه؟ يبقى فيه كبرياء بايه؟ ايوه كبرياء بحق، اللي كبرياء ذاتي مش موهوب من احد، ولذلك كان الكبرياء لله.
ادي الكبرياء ذاتي خلاص يبقى ادلب. ولذلك الذي يتكبر اعلموا ان كل متكبر في الارض لا يخطر الله بباله، لانه لو خطر الله بكماله في باله لتضاءل. يبقى ما دام متكبر كده يبقى ربنا ما بيخطرش بباله، انما اللي خاطر بباله اللي ايه الناس اللي ايه. ولذلك تضرب المثل، تيجي واحد مثلا رئيس غير مرؤوس، الرئيس الاعلى يعني، ورئيس لقوم ومرؤوس لاخر، خلاص ومرؤوس بس، يبقى عندنا كم حاجه؟ رئيس غير مرؤوس ده الرئيس الاعلى، ورئيس مرؤوس يعني في تحت ناس وفوق فوق ايه. خلي بقى الرئيس المرؤوس ده يجي على الجماعة اللي هو رئيس عليهم ويقعد ويحط رجل على رجل ويدي أوامر ومش عارف إيه وينفش ومش عارف إيه، وبعدين التفت لقى الرئيس بتاعه دخل عليه. ولذلك المرؤوسين يمكن يختلس السخرية والضحك. الله، إذن هو ما دام مش الرئيس بتاعه موجود ينفش على مين؟ على المزاج. فكذلك الناس إن لم يستحضروا الله في بالهم يعملوا على بعض أيما، إنما إن استحضروا الله بكبريائه يقول ما حدش يتكبر أبدا. سأصرف عن آياتي، أصرف عنه ما أعمل إيه يعني، هم مش منصرفين عن آياتي، آياتي الكونية فلا يعتبرون، آياتي الدليل على النبوة فلا يصدقون بسببها، آياتي القرآنية فلا ينفذون أحكامها، مش ده مرادهم؟ طب أنا حديهم مرادهم أعمل إيه؟ أطبع على قلوبهم، اللي جوه من الكفر ما يخرجش واللي خارج من الإيمان ما يدخلش، مش هم عايزين كده؟ طب أنا حدي لهم الحكاية دي، أو أصرفها فلا يستطيعون التغلب عليها، ودي مع وجود حركتهم في الحياة، أو أصرفها بأن أهلكهم فلا يستطيعون أن يصنعوا إيه؟ شيئا من هذا. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل كل آية يعني من الآيات إياها، يا آية كونية يا آية إعجازية يا آية أحكام، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليه لما يروا سبيل الرشد مات؟ لأن سبيل الرشد بيضغط على شهوات النفس وأرادها، عايز يقولوا لا بلاش ده، عايز دي بلاش. لكن الغي بينطلق ما دام. ليه؟ قال لك ولا يكون كذلك إلا إذا غفل عن معطيات الإيمان الذي يحرمه من شيء ليعطيه أشياء أثمن أثمن، يبقى نظرة سطحية. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. والسبيل بقى مرة تبقى مذكرة ومرة تبقى مناسبة، عشان افرض انك انت بتقرأ يعني مرة وتقول ايه قل هذه سبيلي، تقوم تقول مرة قال هذه ومرة قال سبيل الرشد ويتخذوه ومش عارف ايه بقى. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. إيه اللي خلاهم؟ إن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال لك أيوة، لأنهم صرفوا نفوسهم عن الهداية، والهداية اللي بتعمل إيه؟ تبين الطريق المستقيم إلى الغاية المرجوة اللي هو السبيل الإيه؟ كل هذه إيه؟ سبيل. اوعوا تتبعوا السبل، سبيل اتبعوا هذا السبيل، اوعوا تتبعوا الإيه؟ السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا، برضو آياتنا، ما هو إن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وبرضو هنا وكذبوا بإيه؟ بآياتنا. وكانوا عنها غافلين. احنا قلنا زمان إن الغفلة ما كانتش توجب الجزاء عليها، لأن الغافل ده ساهي وناسي. أم قال لك لا، ده هم صدفوا عن الامر صدوفا عقليا مقصودا، لدرجه انهم يفهم منهم ايه ولا هم هنا ولا دارين عن الايه عن الحكايه دي. والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره كلها، كم جت الايات كم مره هنا؟
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا. والذين كذبوا بآياتنا، إذن المسألة كلها منطع في مين؟ في الآيات، كونية للاستدلال على من أوجدها، خلاص؟ وإعجازية للاستدلال على صدق من أرسل رسوله، قرآنية لأخذ منهج الله لتقييم حركة الإنسان. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. معنى حبطت أعمالهم، يقولك الشيء ده حبط يعني هبط كده، أكنه كان نافش، مش كده؟ أكنه كان إيه؟ نافش، وبعدين إيه؟ حبط. نافش يعني في ظاهر الأمر أنهم عملوا أعمال إيه؟ أنهم أعمال حسنة. تقول له أيوة، قد يوجد من يعمل عملا حسنا نافعا للناس، ولكن أفي باله أنه يعمله إرضاء لله أم للشهرة في ذاته أم لثناء الناس عليه أم للجاه والمركز والنفوس؟ ولذلك الرسول لما سئل عن من الشهيد قال لك الذي يقتل إيه؟ لتكون كلمة الله هي الأولى. لأن الرجل قد يقاتل حمية، يقاتل ليعرف مثلا أنه إيه؟ شجاع، يقول لك من قاتل لتكون كلمة الله هي الإيه؟ هي الأولى. إذن ففي واحد يعمل عمل يظن كشيء، ولذلك يقول لك إيه؟ بقى الكفار اللي اخترعوا الميكروب وشافوا المش عارف إيه وعملوا كده وقالوا بقى دول، يبقى يقول له إيه؟ لأن دول عملوا وليس في بالهم الله. هو أنت تاخذ أجرك إلا ممن عملت له؟ لكن الله سبحانه وتعالى هل أضاع أعمالهم الحسنة ولا ادها لهم في الدنيا؟ من كان يريد حرث الآخرة ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. اللي زرع وأحسن اختيار البذور واختيار التربة وراوى بنظامهم بيجي له الزرع ولا ما بيجيش؟ اللي بياخد الأسباب ويحكمها بياخدها ولا بيجيش؟ لأن ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية. وعطاء الربوبية عام لكل خلق الله، مؤمنا أو كافرا، عاصيا أو طائعا. لكن عطاء الألوهية اللي في المنهج افعل ولا تفعل ده خاص بمين؟ خاص بالمؤمنين. فإذا ما أحسنوا استعمال أسباب الحياة في سنن الكونية يبقوا ياخدوا حظهم منها ولا لا؟ واخدوا حظهم من تخليد ذكرى، إقامة تماثيل، مش كده؟ مكافآت، مش عارف كل يوم يعملوا لهم حفلات تكريم، خدوها. يعني ما حرمناهمش من إيه؟ من الأعمال نعم. وأما الجزاء اللي في الآخرة يقولوا لا، الجزاء اللي في الآخرة يأخذه من عمل لرب الآخرة. اللي عمل لرب الآخرة يبقى ياخد مين؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كسراب بقيعة، خلاص؟ صحراء واسعة كده وبتاع السراب، وانت عارفين السراب؟ السراب لما الواحد يكون ماشي كده في أي وقت من الأوقات يوم يلاقي يخيل له قدامه مية ويقعد يمشي ما يلاقيش مية، أدي اسمها الإيه؟ السراب. وله تعليل علمي مذكور في العلوم، كسراب بقيعة يحسبه اللي مش ظمآن ما يهموش ده مية ولا مش مية، إنما الظمآن ساعة ما يشوفه يعمل إيه؟ يقول لك المية جاهي. شوف ازاي الظمآن، انما التاني سراب اهو شايفه ميه ولا مش ميه ما يهمنيش، انما الظمآن ده يقول لك يا ريته يبقى ايه؟ يا ريته يبقى ميه. حتى كسراب من بقاء يحسبه الظمآن ايه؟ حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. مش بس المهم انه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده، فوجئ بان الاله اللي كان ما بيصدقش انه موجود عنده. طيب اللي انت عملته ولا هوش في بالك ده عايز منه اجر؟ لا، اداك الاجر في قانون نواميس الحياه الكونيه، اللي يحسب حاجه ياخد ايه؟ ياخد جزاء عنها. حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون، اي ما يعملون بتوجيه منا. اللي ياخد منا، اللي ياخد الاجر منا، اللي عمل عمل بتوجيه من مين؟ ونحن في ايه؟ ونحن في بال. ولذلك قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. من بعده اي من بعد ذهابه لميقات مين؟ لما قال لهارون اخلفني في قوم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. الحلي طبعا احنا عارفين ان هو ما يتزين به الذهب والجواهر والاشياء دي. لكن في اشياء الذهب سيدها دايما، لان الذهب ده اللي تقدر تشكل فيه زي ما انت ايه ما انت عايز، واذا انكسر جبره سهل وكسره بطيء. ولذلك يقول لك الذهب ده كالانسان الطيب، انسان الكسر بتاعه بطيء ولكن انجباره سهل. فلما تسمع كلمه زينه صحيح يدخل فيها الماس ويدخل فيها الزمرد والياقوت واللي مش الكلام ده يدخل فيه، انما الذهب ايه؟ ولذلك تجد ان العالم مهما ارتقى لم يصنع رصيد امواله الا بالايه؟ الا بالذهب. هو الذهب الايه؟ يجيب الياقوت، يجيب الجواهر، يجيب الماس، لا ما يمكنش. يبقى هي الحلي اذا اطلقت يبقى المراد بها بايه؟ الذهب. وهي دي اللي خدها موسى السامري وسيحها وعمل منها تمثال الايه؟ تمثال العجل، لان الماس والعمليات دي ما يمكنش ايه؟ ما يمكنش تتسيح ولا تعمل. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، حليهم ده كانوا مستضعفين وكانوا مستذلين وكانوا مش عارف ايه وكانوا ايه، أم قال لك ايه؟ هم كانوا احتالوا على الاقباط اللي في مصر وخدوا منهم الحلي يعني سلفه كده، وبعدين قامت الحكايه بتاعت الغرق والبتاع، فخدوا الايه؟ خدوا الحلي ايه؟ وياهم. من حليهم عجلا، العجل ده هو ذكر البقر، جسدا. ساعة ما تسمع عجلا جسدا يبقى ايه؟ محجب، يعني له ايه؟ محجب. وكلمة جسدا اخذ منها اهل التفسير ان هو بدن لا روح له، زي ما تقول ده فلان ده جثة، فلان ده ايه؟ يعني كلمة جثة يعني ما فيش فيه ايه؟ مش فيه روح. جسدا. وقوله له خوار، لو ان الجسد يطلق على الشيء بروحه ما كانش يقول له خوار، انما له خوار يدل على ان جسديته ما كانتش تدي الايه؟ الخوار. يعني مفهوم الكلام جسدا وبعدين قال له خوار. لو كان جسد يعني فيه روحه وحياته مش عارف ايه كان يبقى طبيعي ايه؟ ما دام عجل يبقى له خوار، انما كونه قال له خوار دليل على ان الجسديه بتاعته ما كانتش تدي ايه؟ دلو. فجاب الوصف بتاع له خوار. الخوار ده اللي هو الصوت البقر، صوت الايه؟ صوت البقر. طب وده زي قالك لانه لما عمل الحلي وسيحها العمل من الحلي يعني بده يتميز عن الالهه اللي من الاحجار، وال يعني اله بقى يعمله اله نفيس، فعملوا من الايه؟ قالوا عملوا من الحلي المسروقه. عملوا من الحلي الايه؟ المسروق، يعني عشان يبقى حرام كم مره. ما هم بيقولوا الواحد قال له انت واحد فاسق بتشتهي ايه؟ ام قال له انا اشتهي كاس خمر في رمضان. اعوذ بالله، كاس خمر لوحده ايه؟ وفي رمضان حرام. وقال ويكون مشترا بثمن خنزير، والخنزير مسروق. قالوا له ليه العملية؟ قال حتى يكون حراما 4 مرات. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. قالوا كيف صنع له الخوار لهذا الجسد؟ قال لك ان اللي عملوا بطريقة بحيث اذا استقبل من دبره هبة الهواء تعمل في جوفه شبه صوت الايه؟
البقر حين يخرجوا من ايه. ودي عملية بنشوفها في الناي، النايل الغابة المخروقة دي، مش الرجل المصوت بيقدر يديلها من النفس ويعمل صباعه كده ويعمل يديلها الصوت اللي هو ايه اللي هو عايزه. فهو لما صنع العجل عمل فيه ايه؟ عمل فيه الحيلة دي. الحيلة انه عمل جهة من دبره تستقبل الهواء والجهة التانية تنفذ منها الهواء، وعمل له تركيبات بحيث اذا مر الهواء يوم يحدث الايه الصوت اللي هو عجلا جسدا له ايه خوار. وقصة بقى العجل جاية بقى في صورة مين؟ في صورة طه، جاية بقى بوضوح والسامري والموضوع ده. فإحنا مش عايزين نتعرض لها الآن دلوقتي لحد ما نتعرض لها إيه؟ في وقتها. عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه. وش ما نختار العجل يعني؟ أما لك لأنهم هنا كان طالعين من مصر وشايفينهم بيعبدوا الإيه؟ بيعبدوا العجل، وكانوا بيعبدوا العجل لمزية فيه، لأن هي العبادة الأشياء الأخرى، لأنهم كانوا يرون فيها مظهر قوة. الذين عبدوا الشمس رأوا فيها مظهر قوة، اللي بيعبدوا القمر، اللي بيعبدوا النجوم، دول كانوا بقى لأن النيل كان موجود، والنيل حين يغمر الأرض، وبعدين لما يغمر الأرض عايزين اللي يحط الإيه؟ فكان العجل هو سيد الاقتصاد عندهم. فدي مظهر من مظاهر الايه؟ من مظاهر القوة. عجلا جسدا له خوار. طيب ازاي اتخذ قوم موسى من بعده عجلا جوا يعبدوه بقى بعد ما ربنا يمتن عليهم المنة العظيمة في انه يعمل وياهم بالنسبة لفرعون ما عمل؟ يكون قال لك يا اخي ده اين وجاوزنا ببني اسرائيل البحر مش كده، وبعدين ايه مروا على قوم بيعبدوا قالوا اعمل لنا ايه اله كما لهم الهه. الم يروا انه لا يكلمهم. دي قضيه بتهدم كل عباده لمن دون الله. ليه؟ ام قال لك لان المعبود والعابد لازم يتلقى العابد من المعبود اوامر، يبقى العابد عنده منهج يريد ان ايه المعبود له منهج يريد ان العابد ايه ينفذه. المنهج ده لازم يكون بواسطة ايه؟ بواسطة رسل يبلغون رسالات الله وكلام الله لمين؟ الذين يعبدون الشمس. نقول لهم طب استنى، بتعبدوها يعني ايه؟ ما هي العبادة؟ العبادة هي الطاعة، طاعة الايه العابد للمعبود في فعل ولا تفعل، مش هي دي العبادة؟ طيب الشمس قالت لكم فعلوا ايه ولا تفعلوا ايه عشان تعبدوا ايه؟ اذا ما فيش واسطة كلامية بتقول لهم اعملوا لنا ايه؟ اعملوا لنا كذا. طيب معبود بدون منهج للعابد يبقى ايه؟ طيب ماذا قالت الشمس الذي يعبدني؟ ماذا اعدت له؟ والذي لا يعبدني ماذا اعدت له؟ لو انها مثلا قالت اللي يعبدني هطلع له واعمل له الضوء واعمل له الحراره واللي ما يعبدنيش يبقى كلام معقول، انما ده احنا شايفينها بتدي ده وده. طيب يبقى نقول في الاخره هتدي في الاخره، ما قالتش انني ليا اخره علشان ايه؟ اذا ابطال كل عباده لغير الله من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان العباده تقتضي امرا ونهيا، وكل ما عدا الله لا رسالة له في فعل ولا تفعل. ولم يقل لنا ما الذي يطيعه نصنع له ماذا، والذي يعصاني نصنع له ايه ماذا. ألم ير أنه لا يكلم ولا يهديهم سبيلا. إذا الأصل في الايه؟ في المعبود انه يهدي العابد السبيل الموصل الى خيره في الدنيا وفي الايه وفي الآخرة. اتخذوه وكانوا ظالمين. كانوا ظالمين لانهم اعطوا حقا لمن ليس له ايه حق، وحق ايه؟ والحق اعلى قمة في الحق. ولذلك قال ان الشرك لظلم ايه؟ لظلم عظيم. ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا. اكن بقى الحكايه لما بقت جماهيريا وقالوا كده اعبدوا وعملوا العجل ومش عارف ايه وانبسطوا من حكايه خوار ومش عارف
الناس اللي لهم شوية بصيرة أو بقية إيمان قالوا إيه الحكاية دي؟ الحكاية دي سخيفة أوي يا شيخ، والله ما كان حقيقتنا نعملها. أم ندموا على إيه؟ على ما كان. يقال ندم ويقال إيه؟ سقط في يده. سقط في يده يعني إيه؟ إحنا عندنا لا تزال بقايا الدلالات الفطرية الطبيعية في الناس. الدلالات الطبيعية الفطرية اللي ما بتختلفش فيها أمة عن أمة، لا تزال في كل ألوان الدلالات هذه في كل الأجناس وفي كل لغة تشير إلى إيه؟ إلى لا، وهذه في كل الأجناس تشير إلى نعم، وهذه في كل الأجناس، وهذه في كل الأجناس. الله، إذن ففيه دلالات فطرية هي اللي بقي لنا من الايه؟ من الالتقاء الطبيعي في المخاطبات. تعال بقى، الانسان اذا عمل شيء وبعد ذلك حصل له عكس ما كان يقصده ماذا يصنع فطريا كده في كل الامم؟ يوم يعملها يقولوا عض انامل الايه؟ الندم. ليه؟ لأنه عمل شيء ما كان يصح عن إيه؟ فإذا كان الشيء عظيم أوي ما يكتفيش بالأنملة، يمسك إيده كده يوم يعض الظالم أهي سقط في أيديهم، جت أنيابهم على مين؟ على أيديهم. يعني كأن الندم بلغ إيه؟ بلغ إيه؟ أشد. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن. صدقوا في هذه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، بقى رجع حالة كونه غضبان وأسف، ده يدل على انه جاله خبر على الحكاية ولا مش حكاية؟ طب ايه الغضب وايه الاسف؟ الاسف عملية نفسية، حزن. العملية النفسية دي سموها عملية المواجيد النفسية، يعني الشيء اللي يجده الانسان في ايه؟ في نفسه. قد يعبر عن هذه المواجيد بانفعالات نزوعية، يبقى يجي الغضب. شيء أحزنه ده معنى نفسي، وبعدين يغضب. ولذلك تجد فيه فرق بين اللي يحزن ويكبت في نفسه كده واللي ايه؟ واللي يغضب. تقوم تلاقي اللي يغضب بقى أوداجه تنتفخ، وشه ايه؟ يحمر، هياجه يستمر، عينيه يبقى لها وضع، ايديه يبقى لها وضع. ده اسمه ايه؟ اسمه هذا ايه؟ غضب. يبقى موسى بقى فيه ايه؟ حالتين اتنين. قدم الغضب، قدم مين؟ ليه؟ لانه رسوله منهجه اللي جايبه يبقى ده ما يكفيش فيه الحزن، ده لازم يكون فيه الايه؟ الغضب اللي هو هياج الجوال. احنا كنا زمان قلنا ان كل تصور شعوري له ثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله ادراكيه، بعدين مرحله وجدانيه في النفس، وبعدين مرحله نزوعيه بالحركه. وضربنا المثل لذلك بالوردة. واحد يشوف وردة كونه شافها هذا إدراك، فيعجب بها ويسر من شكلها وكده ويطمن لها ويرتاح، يبقى ده اسمه ايه؟ ده وجدان، اللي جه في نفسه واستقر في نفسه. يروح يمد ايده عشان يقطفها، دي عملية نزوح حركة. بقى التشريع ملوش دعوة بالايه؟ بأن تدرك وان تجد في نفسك، لكن ساعة ما تيجي تمد ايدك التشريع لك لا ده مش بتاعتك، اوعى. العملية الاسف الحزن، الاسف اللي هيكون عند موسى ما يبانش عند مين؟ عند المخالفين المنهج. انما الغضب هو اللي ايه؟ يبقى لازم العملية النزوعية. العملية النزوعية. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا،
أسف يعني مبالغة، مش آسفا، في فرق بين أسف وآسف. آسف دي خفيفة شوية، إنما آسف صيغة مبالغة. قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، يعني استبططوني. ما هو احنا بنقول وأعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بإيه؟ بعشر. أعجلتم أمر ربكم، يعني قلتم إنني بطيت عليكم، وإبطائي ده تفسروه بإنني مت ومش جاي لكم تاني. فلما هو أنتوا كنتوا بتعبدوا علشاني ولا بتعبدوا علشان إله باقي؟ وانتوا كنتوا بتعبدوني. سيدنا ابو بكر قال ايه؟ من كان يعبد محمدا ومن كان يعبد الله فان الله. نعم. فافرض انتوا عجلتم امر ربكم، انتوا استبططوني وانتوا ايه اللي ما خلاكش يجي؟ يعني خفتوا انني ايه؟ مت. وما دام مت يبقى المنهج ينطمس. انتوا بتعبدوني ولا بتعبدوا ربنا؟ أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح، الألواح اللي فيها الإيه، وكتبنا له في الألواح الإيه من كل شيء. والشطر على مين بقى؟ على أخوه. وأخذ برأس أخيه يجره إليه. أهدى بقى النزوع الغضبي، النزوع الإيه الغضبي، النزوع الغضب خلاه يعمل ايه؟ اخذ برأس اخيه. شوف بقى كلمة اخذ برأس اخيه وكلمة اخيه برضو لها معنى، يعني الاخوة هنا بقى ما نفعتش. يجره اليه. فماذا كان رد الاخ؟ قال يا ابن ام، قال ابن ام، ما هي قال ابن يعني هي يا ابن ام، ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طب ابن أم يعني ايه ابن أم؟ ما جابش ابن أب يعني. أم قال لك لأن أبو موسى وهارون توي اسمه في تاريخ النبوات، ما بانش لنا عنه حاجة، والعلم اللي بان هو مين، واللي لقي مشقات هو مين، فجاب له القدر المشترك اللي هو ايه بارز في حياته. ولأن الأمومة مستقر الأرحام، لذلك لما تجد إخوات من الأم وإخوات من الأب بس، وإخوات من الأب والأم، إخوات من الأب والأم دول يا ماشي، لما تيجي ترتبهم الإخوات من الأم يبقى فيهم إيه حنان، إخوات من الأب يبقى دول فيهم إيه، فجاب له القدر الإيه القدر المشترك بينهم اللي له في تاريخهم ايه، اللي له في تاريخهم وجود، يعني وجود مستحضر. اما الاب فانتوا عارفين حاجة عن عمران، ما نعرفش حاجة عن عمران، انما ام موسى نعرفها ولا لا؟ اوحينا الى ام موسى اذا اوحينا الى ام موسى وقالت لاخته قدسيه وحرمنا عليهم، كلها متعلقة بمين؟ فبيقول له بالاسلوب اللي ايه اللي يحننه، يا ابن أم، ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. طب ما دام كادوا يقتلونني يبقى دليل على أنني وقفت منهم موقف المعارض والمعاند، يبقى أنا أديت ولا ما أديتش؟ يبقى أديت. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. الشماتة هي إيه؟ هي إظهار الفرح بمصيبة تقع لخصم، أدي الشماتة. طب فلا تشمت بها الأعداء، من هم الأعداء؟ اللي هم القوم اللي اتخذوا العجل، وصفهم بالأعداء وقال له ما تخليهمش يشمتوا فيا، دليل على أنه وقف منهم موقف العداوة، وإن الموقف ده هيفرحهم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.